ألف مبروك علينا وعلى كل جماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. الحمد لله أمورنا الطبية لحد ما مستقرة يعني. كان عندنا بس ياسر اللي كان جاله شد بسيط كده في العضلة الخلفية، يعني زي كرامب كده، إن شاء الله بتبقى بسيطة يعني. هنعمل له برضه فحوصات أكتر كده إن شاء الله بإذن الله في أول تمرين، وهنعمل له برضه أشعاعات كده أول ما نوصل. إنما إن شاء الله التشخيص المبدئي حاجة بسيطة إن شاء الله بإذن الله. كان عندنا أليو ديانج كان حاسس برضه بشوية يعني إحساس غريب كده في الركبة يعني، أو إحساس بالألم بسيط كده، فكان قلقان. طلع اطمنت عليه، هو كان عايز يشوف نفسه أو يجرب نفسه تاني. الفحص بتاعه برضه المبدئي كان كويس جدا، إن شاء الله بإذن الله هيكون كويس، ما يكونش في أي مشكلة خالص يعني. بس إحنا عمرو السلية زي ما إحنا قلنا في الأول خالص، احنا كنا طالعين الرحله ديت واحنا عاملين حسابنا ان احنا هنعمل له تجهيز مكثف جدا، والحمد لله عملنا تجهيز كويس قوي، قطعنا مشوار كويس جدا جدا في الجزء بتاع العلاج الطبيعي بتاعه وفي التاهيل. يعني انا راضي عن النتائج اللي احنا وصلنا لها معاه لغايه دلوقتي، انما طبعا كان وعود ان هو يشارك في المباراه ديت ما كانتش كبيره قوي حتى مننا يعني، وان شاء الله باذن الله يكون معانا في اللي جاي ان شاء الله. الحاجه بقى الجديده الكويسه يعني، ان شاء الله باذن الله بكره بدر هيوصل للقاهرة إن شاء الله، وهنبدأ معاه حاجات تدريبات تأهيلية كده يعني، ممكن نقول المرحلة الأخيرة في التأهيل بتاعه، وإن شاء الله قريب جدا هيكون مع الفرقة. فيعني يا مسهل كده أول تمرينة لينا في التتش، إن شاء الله بدر بنونو هيكون معانا إن شاء الله بإذن الله.